كريم سعيد واحمد ثابت والنهائي في ملعب محايد، هو ده اللي احنا عايزينه. لا احد يطلب الا حقه من خلال قناه الاهلي ومن خلال كريم سعيد واحمد ثابت. الحقيقه النهارده كريم كلمني الصبح وقال لي احنا عايزين نعمل هاشتاج النهائي في ملعب محايد، يلا، لانه جمهور النادي الاهلي لازم 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 يتفاعل في هذا الهاشتاج علشان نقدر نوصل صوتنا لرئيس الاتحاد الافريقي على الاقل، علشان هو يعلم تماما تماما ان كل جمهور النادي الاهلي ينتظر ان شاء الله لو وصل النادي الاهلي للمباراه النهائيه يلعب النادي الاهلي في ملعب محايد وياخد حقه. بس ده هو اللي احنا عايزينه. ازيك كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ صباح الخير. صباح الخير كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. صباح الفل. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. بركه كله الحمد تمام. تمام الحمد لله. كريم، النهائي في ملعب محايد طبعا يا كابتن اسلام، اكيد موضوع الملعب مصار بقاله فتره، لان اكيد ما ينفعش السنه الثانيه على التوالي الفاينل يتلعب في نفس الدوله. طبعا كامل احترامنا لدوله المغرب وكل اشقائنا في المغرب، ولكن العقل والمنطق والحق بيقول طالما ان في اربع فرق وصلوا السيمي فاينل وما زال الاتحاد الافريقي ما حددش الدوله اللي هتتلعب فيه ماتش الفاينل، طالما ان هو هيتلعب مباراه واحده، يبقى بكل امانه ما ينفعش يتلعب في اي ملعب من الدول الاربعه، حتى مصر. حتى احنا بنقول اهو، يعني احنا ربما الاتحاد بتاعنا تتاخر شويه في التدخل في هذا الامر، لكن احنا بنقول مثلا ما ينفعش الفاينل يتلعب في مصر طالما النادي الاهلي يعني حط قدم او بقى اصبح قاب قوسين. يعني افهم كده، افهم من كده ان لو ان النادي الاهلي كان وقع الاختيار على ملعب المباراه النهائيه في مصر كنت هتعترض؟ احنا؟ اكيد هم كانوا هيعترضوا. واحنا بكل امانه طالما بنطلب بالحق، يا حتى المشكله خلي بالك كانت هتحصل السنه اللي فاتت. لولا ان كايزر تشيفز عمل مفاجاه وخرج الوداد من السيمي فاينل، ما حدش كان متوقع بصراحه ان كايزر تشيفز ساعتها يعمل المفاجاه دي. لكن دلوقتي احنا لسه ما زلنا ما فيش قرار اتاخد، وحتى لو خدت بالك بقى كان في اسبوعين كده قاعد يقول لك ايه الاتحاد الكاف بيفكر يلعب الفاينل من ماتشين، يرجع لموضوع الذهاب والاياب. صح، كان في كلام كده مش فاهمين هو انت ليه اصلا عم بتثير هذه الامور في الوقت ده واحنا خلاص بنقرب من الفاينل. فانا اتمنى ان القضيه دي كلها تنتهي بان المباراه تتلعب في ملعب محايد، سواء في السنغال في نيجيريا، كل الملاعب دي ملاعب مقبوله من جميع الاطراف، والكويس واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني كاتب له الفوز ينتصر، ومبروك للفايز وهارد لك للخسران. هل في ملاعب جاهزه لهذا النهائي يا احمد؟ اكيد. وطبعا سؤال ساذج جدا، ولكن في ملاعب، انا بساله عشان اوصل لحاجه. اكيد في ملاعب كتير يعني. بصراحه يا كابتن اسلام احنا هنا بنطالب بالعداله وتحقيق مبدا تكافؤ الفرص في اي بطوله. بنشوف دوري ابطال اوروبا النهائي بيكون متحدد من قبل بدايه البطوله. سواء بقى مثلا حتى لو كان في ملعب برشلونه وبرشلونه وصلت نهائي، خلاص الملعب متحدد من بدايه البطوله. لكن ما ينفعش ابدا ابدا ان فرقتين خلاص قربوا، يعني شبه يعني بنسبه 50% النهائي هيبقى ما بين النادي الاهلي والوداد، واجي اقول ان النهائي في ملعب محمد الخامس. ما ينفعش ابدا. الحاجه الثانيه ده غير مقبول تماما، يعني هيجب بصراحه هيبقى من العار على الكاف ان هو يعمل حاجه زي كده. قمه الظلم للنادي الاهلي ان يبقى فرقتين خلاص وصلوا نهائي وتقول لي ان هي في محمد الخامس. ازاي يعني؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه، بص على اخر ثلاث سنين من بعد المشكله اللي حصلت في النهائي ما بين النادي الترجي ونادي الوداد، مباراه نهائي القرن اللي هي 2019، كان في ملعب محمد الخامس كان من ضمن الترشيحات. قال لك ان الاول لو الاهلي والزمالك وصلوا النهائي هيبقى استاد القاهره، لو الرجاء والوداد وصلوا النهائي هيبقى استاد محمد الخامس، لكن لو فريق مصري وفريق مغربي هنعمل قرعه. وساعتها عملنا قرعه والقرعه طلعت استاد القاهره. اذا كان مرشح ملعب محمد الخامس في سنه 2019. 2020 كان محمد الخامس هو الملعب اللي بيستضيف النهائي ما بين مباراه الاهلي وكايزر تشيفز، والوداد خرج من نص النهائي من ملعب كايزر تشيفز. السنه دي كمان بيتكرر نفس الامر. كامل الاحترام للوداد وكامل الاحترام لجمهور المغرب كله، لا ملهاش علاقه، ولكن زي ما دايما بنقول احنا بنطالب هنا بحقنا مبدا. اعتقد ان هم برضو لو كانوا في موقفنا كانوا هيطالبوا بنفس. لا هم بره الموضوع، ولا مغرب ولا وداد، انا ماليش علاقه. لكن يعني انا بتكلم على ان يجب ان يتم استبعاد كل ملاعب الاربع فرق. طب احنا بنحترمهم جدا، ولكن احنا من حقنا نطالب بحقنا يا جماعه. ما ينفعش ان انا لا بس انا مش شايف ان في اي حاجه تقول يعني. ما فيش اي اخبار جايه من المغرب ان لا، كل واحد يقول وكل واحد شايف حقه وبيمشي في اتجاهه بعيدا عن المغرب وبعيدا عن مصر. انت بتتكلم في كره قدم في النهايه. صح. لكن حق ربنا، المنطق وحق ربنا بيقول كده. مفيش حاجه تانية يعني.
انا لم اتخذ قرار حتى الان. هي دي دايما المشكله يا احمد. قدامهم ثلاث حلول يا كابتن اسلام. اول حل يا اما تلعبها في ملعب محايد، وده الحل اللي هو المفروض يحصل، ان انت خلاص فرقتين قربوا يوصلوا تلعب ملعب محايد. الحل الثاني اعمل مباراه ذهاب واياب، اعمل قرعه واعمل ماتش في القاهره، اعملها خلاص. ما هو طالما حطيت ما هو الكاف حط نفسه في ورطه قبل المباراه جاي تحدد يعني ملعب النهائي. الاوبشن ده خلاص ده انتهى، ما بقاش في وقت. اصل انت خلاص بدات بلوائح معينه، فاعتقد ان هيبقى صعب ان انت تغير اللائحه. وكمان راجل عايز يسافر يحضر الشامبيونز ليج في اوروبا. فدي يعني خلاص دي. لكن صعب قوي يا كابتن اسلام ان يبقى النهائي في ملعب محمد الخامس، يعني صعب ده. هل ده برضو ده بتحط نفسك، انا كده بزود الشك عندي، اي حد طبيعي هيشك. انت كده بتحط نفسك في الشبهات. انا هل ده تعويض مثلا ليهم على البطولة بتاعت 2019؟ انت بتحط النهائي ثلاث مرات ثلاث سنين ورا بعض في المغرب. انت ممكن تحط نفسك في مشكلة بكل امانة. اذا بقول اذا يعني افترضنا ان هو فرض علينا ملعب محمد الخامس طبقا للوائح، الاستاد هيتقسم 50-50 طبعا، التذاكر بتاعت الجماهير. اكيد ملعب محمد الخامس بيسعى لما يقرب من 60 او 70 الف متفرج. اكيد صعب ان احنا نتكلم بصراحة ان في ترحال يوصل لدرجة 35 الف مشجع من النادي الاهلي يوصل. تراهن؟ أراهن عليه على ان 35 الف لو طلب. مش قصدي انا عايز بس اوصل حته يا كابتن اسلام. انت ممكن هنا انا هقول لك انا عايز الايه 50% بتوعي انا عايز حتى لو فاضيه. انا عايزه، انا هشتريه وانا هصفر 5000. هتلاقي ان الاستاد النهارده يعني في حتت كتيره، ويبقى الشكل هنخش بصراحه في مماويل، وهنخش في مشاكل اخرى بخلاف فكره الاستاد نفسه وشكلك قدام العالم طبعًا. يعني السؤال هنا، هي افريقيا خلاص خلصت من ملاعب عشان نقعد ثلاث سنين بنرشح ملعبين؟ بس ما هو خلي بالك لو بنفس المنطق اللي انت بتتكلم بيه ده اللي هو الجماهيريا والشكل، ما انت لو رحت تلعب في السنغال الاهلي بيلعب الوداد، او وفاق الصيف بيلعب بترو اتلتيكو، نعم خلاص مين اللي هيروح يحضر؟ بس مش هيحصل مشاكل. بمعنى ما هو في السنغال ملعب محايد. بلاش السنغال، أي بلد، أي دولة أخرى، أنت خلاص ده مسافر من هنا وده مسافر من هنا صح. وأكيد في أبناء من الدولة نفسها هيحضروا. الشكل العام للإستاد هيبقى وحش، إن أنت يبقى الإستاد فاضي غالبا. ما هو يعني لو جه 5-6 آلاف واحد، لو نقول في السنغال لو جه 5-6 آلاف واحد سنغالي يتفرجوا على الماتش ده يبقى كويس. ما هي الغلطه من عند الكاف يا كابتن اسلام مش من عندنا. ما هو الكاف في الدنيا اتحاد بيحدد ملعب مباراه الفاينل قبل الفاينل. احنا الوقت اللي متحدد له من يوم 22 يوم 29 مايو، هو ما حددوش يوم يعني بذات عينه، هو محدده فتره من 22 ل 29 مايو. وبالكلام مش هيبقى 28 غالبا، لا مستحيل طبعا عشان الفاينل بتاع اوروبا. فبالتالي بالكلام كمان بتاع موتسيبي ربما يختار 22. ليه؟ عشان يسافر، هو الراجل عايز يسافر وعايز يحضر الماتش. فبالتالي انت ممكن 24 يعني مش ممكن. وايه كمان، ايه السبب في التاخير في اعلان ملعب النهائي؟ ليه مستني قبل المباراه النهائيه باسبوع ولا باسبوعين وبتاع؟ يعني مش فاهم ازاي بصراحه، ازاي قبل المباراه النهائيه بطوله دوري اكبر بطوله في القاره الافريقيه، ده يعني بعد كاس الامم مع المنتخبات دوري ابطال افريقيا، ازاي مستني قبل النهائي باسبوع ولا ب 10 ايام وبتعلن عن المباراه النهائيه؟ مش عارف. والكلام اللي طالع ان بنسبه كبيره في محمد الخامس يعني، والحكام كمان يعني بصراحه موضوع الملعب كارثه، موضوع الحكام اكثر كارثيه. يعني انت سايب ماتش زي ده وجايب فيكتور جوميز في ماتش زي يعني غريبه جدا برضو، حاجات الواحد بيشوف حاجات. ما ده هيفتح على نفسه الشبهات يا كابتن اسلام. فبتفتح على نفسك ان انت عايز تجامل الوداد، خلاص بقى ده من حقنا هنتكلم في الموضوع، لان انت بتجامله. خلينا نقول يجامل اي فريق لانه في النهايه. لا ما هو معلش يعني يا كابتن اسلام، ما هو الوداد كسبان 3-1، ففرصته في الوصول للنهائي تكاد تكون 75%، نفس فرصه النادي الاهلي. في 25% لوفاق ستيف، وفي 25% لبيترو اتليكو، لكن من المنطق ان خلاص النهائي بنسبه 75% ما احطش في ملعب محمد الخامس، لان الوداد بنسبه 75% في النهائي. يا اما كنت اعلنت من بدري ما كانش حد اتكلم ولا حد اعترض. يعني البطوله من اول يوم يا جماعه النهائي يبقى في محمد الخامس، الكل خلاص ده يبقى فعلا دافع للوداد ان النهائي يكون في محمد الخامس. وبيبقى حقهم الكامل. لا وموضوع الترشيحات واخد حماسه كلعيبه ثابت غريب قوي. يعني المنطق حتى اللي بيتامن اصدقائنا في المغرب والنقاش اللي داير دلوقتي على السوشيال ميديا، يا جماعه ما احنا تقدمنا انتوا ما تقدمتوش. طب انا عايز اسال هنا سؤال، لنفترض انا تقدمت كل سنه وانت ما تقدمتش، هل ده معناه ان الكاف هيجي يوافق ان فاينل نهائي دوري الابطال يقام سنويا في مصر؟ لو احنا افترضنا، بقول نفترض يعني احنا الوحيدين قدامنا ملف، يعني المنطق ده حتى برضه مش منطق. يعني الكلام ده المبرر ده مش منطقي، اللي هو ان هم بيقول لك ايه في الاجتماع اللجنه التنفيذيه، اجتماع المكتب التنفيذي، المغرب قدمت لدوري الابطال والسنغال ونيجيريا
وحصل التصويت على الثلاث ملاعب دول. يقال يعني دي التسريبات يعني. وأنا بس ما هو دي تصريحات رئيس الوداد دلوقتي. معلش انا عايز بس دي مهمه جدا. يعني ايه يقال وتسريبات؟ يعني انا زهقت الحقيقه الكلام ده لانه انا بتكلم على طب ما هي الدعوه يا كابتن اسلام تسريبات. اكمل بس النقطه دي. والتسريبات بتيجي في المغرب بالذات. اكمل النقطه دي. احنا بنتكلم على مؤسسه كبيره جدا جدا. الاتحاد الافريقي ده صح؟ هل ينفع اقول تسريبات؟ امتى هيقولوا لنا الحقيقه؟ حقيقه؟ يعني الحقيقه هتتقال يوم الاثنين تقريبا؟ مفروض مفروض خلال ايام طبعا. خلال الايام اللي جايه. طيب او الرسمي يعني هيقال الاثنين. هو ليه يا فندم حضرتك مستني كل ده؟ وليه بتقول تسريبات؟ وليه بتعمل كذا وليه بتعمل كذا؟ على الرغم ان الموضوع بسيط. عشان هو عارف ان هو موقفه ضعيف. ما هو زي بالظبط الدعوه بتاعت انفانتينو دعوه الاتحاد الاوروبي لبوتسيبي طلعت تسريبات. ده مش تصريح رسمي على فكره. وكلنا متاكدين ان الخبر صحيح 100%. موتسيبي نفسه لما جه قبل الانتخابات قال يا جماعه في فتره اذا يعني قدر لي ان اقود الكاف وابقى رئيس للكاف كل الاخطاء اللي حصلت في عهدي احمد وعيسى حياته مش هتشوفوها تاني. من ساعه ما موتسيبي مسك الكاف احنا ما شوف احنا كل الحاجات اللي شفناها في عهد احمد اتقررت واسوأ. يعني انا ما اعتقدش في ملف التحكيم أحمد. ملف التحكيم افضل شويه على الفار. يعني ملف والله. التحكيم انت في الاخطاء اخر سنتين اخر سنتين في نص النهائي انت في السنه مثلا السنه دي انت شوف الفار في الماتش بتاع امبارح مصر وبتتكلم على عامه لا لا عامه هقول لك مثلا لا لو عامه هقول لك فضيحه ماتش تونس ومالي لا انا بتكلم على ماتش الفار على ماتش انهى مباراه رسميه في كاس وقتها مرتين بتكلم على ماتشات من دور الثمانيه تحس ان وجود الفار قلل الاخطاء شويه بدليل في نص النهائي امبارح قلل نوع يعني بدانا نشوف نوعا من العداله التحكيميه. انت فاكر ايد انرام وفاكر الحاجات اللي كنا بنشوفها دلوقتي اترحمنا شويه بقت الدنيا اقل شويه يعني ما المفروض مثلا في مباراه بس ما كانش فيها فار صحيح في النهائي مباراة سان داونز الأولى اللي كانت في مصر اللي هو الحارس اللي طلع بالكرة من بإيديه من بره أنا بقول من بداية دور الثمانية يعني امبارح مثلا كان في تسلل على النادي الأهلي هدف تسلل كان فعلا صحيح يعني منهم ولغوه برضه كذلك الطرد لو ما كانش الفار موجود في الطرد كذلك في مباراة الأهلي والترجي السنة اللي فاتت كان في طرد لطاهر محمد للاعيب الترجي لصالح طاهر محمد طاهر الفار اللي جابها فالفار بدأ يحسن الدنيا لو شوية لو عايزين نقول بسرعة جدا حلول لهذا الأمر أنت قلت ثلاث حلول ممكن منهم حل ما أعتقدش إن هو هيبقى يعني أنا قلت صعب. ملعب محايد ده الأول الحل الأنسب يا إما مباراة ذهاب وإياب يا إما قرعة دول الثلاث حلول قرعة اعمل قرعة يعني اعمل قرعه بقى يا اما تقومها في استاد القاهره يا اما في محمد الخامس اوكي بس يعني ده اعتقد ان ده تستبعد السنغال يبقى النادي الاهلي حقه يتلعب النهائي في ملعبه محمد الخامس واعمل قرعه واللي يكسب القرعه هو اللي ياخدها بس يعني ده ثلاث حلول قدام الكاف اعتقد خلاص هو وصل نفسه لكده والحل المناسب هو ملعب محايد وعنده جنوب افريقيا عنده السنغال جنوب افريقيا ممتازه في الملاعب بس هل قدمت؟ لا ما قدمتش طيب خلاص يبقى ما ينفعش هي السنغال يعني السنغال هنلف وندور هي السنغال السنغال ملعب ممتاز جدا ملعب حلو ملعب جديد وملعب شيك جدا وان شاء الله الجاليه المصريه رفع عليهم قضيه المفروض وبرضه الواحد بيشوف يلا عموما هنشوف وهنفضل متابعين لهذا الامر الحقيقه هاشتاج اللي اقترحه كريم يكمل مش هاشتاج حلقه بس ده لا مش حلقه احنا مكملين لغايه لما نعرف القرار القرار ان شاء الله يوم المفروض اللي انا سامعه الحد او الاثنين اللي جاي ان شاء الله بعد المباريات يعني بعد انتهاء المباريات وبالتالي الهاشتاج ده لازم يلف في الفيسبوك ولازم يلف في كل مواقع التواصل الاجتماعي علشان يصل الى كل اعضاء الاتحاد الافريقي والمكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي لانه مهم جدا 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 ان لو النادي الاهلي ان شاء الله وصل للمباراه النهائيه تبقى حظوظه 50-50 لكن ايه اللي هيحصل في الماتش؟ ما هو انت ممكن بعد كل ده مثلا ان النادي الاهلي يصل للمباراه النهائيه ولا قدر الله لا قدر الله يحصل حاجه وتتغلب في المباراه النهائيه حتى لو تلعب المباراه خارج المغرب مثلا ولكن في النهايه خلينا نجري ورا حقنا لغايه اخر ثانيه. قبل بس ما اطلع فاصل النهارده كان يوم مهم جدا بالنسبه لنا كاهلاويه طب في كره اليد. نعم كره اليد النهارده عملت شيء رائع جدا خسرنا دوري وخسرنا كاس امام الزمالك ولكن في كسبنا من وجهه نظري البطوله الاهم اللي توديك لكاس العالم للانديه. اكيد طبعا يا كابتن اسلام الف مليون مبروك لقطاع كره اليد في النادي الاهلي والفريق الاول بالنادي الاهلي الانتصار الكبير اتحقق على نادي الزمالك النهارده وحلاوه الانتصار
الثاني ان هو على نادي الزمالك اللي هو الفريق الاقوى في كره اليد الفتره الاخيره. النادي الاهلي كمان قدر الكابتن خالد العوضي في فتره قليله بصراحه ان هو يدعم الفريق بالاثنين المحترفين. والمدير الفني الاسباني الجديد اللي واضح بصماته ظهرت النهارده، ورغم ان الفريق خلي بالك فضل 28 دقيقه متاخر، كل النتائج جايه لنا من النيجر ان الفريق متاخر 28 دقيقه، وفي اخر دقيقتين حصل عكس اللي حصل المباريات السابقه. كان النادي الاهلي هو اللي بيتقدم، كان معايا اسلام حسن قال لي الخبره، الحقيقه الخبره زادت والامور اتغيرت. اكيد طبعا، ونتمنى ان شاء الله دي تبقى يعني نقطه تحول في مباريات النادي الاهلي بعد كده في مسابقه كره اليد، وان شاء الله طبعا 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 يبقى يكون في استعداد كبير لبطوله مونديال الانديه في شهر اكتوبر في السعوديه ان شاء الله. وصولك لمونديال الانديه اعتقد ان ده رد او لعبت اليد بيقولوا لجمهور الاهلي احنا اسفين. طبعا، والمنتدى كمان من اداره النادي الاهلي ان هم في الاول النادي الزمالك اخذ دوري وانت حققت المهم في اللعبه المفضله لنادي الزمالك، اللعبه اللي هم بيقولوا دي اقوى حاجه عندنا، انت عملت ريمونتادا، عملت ثلاث صفقات وجبت مدرب دانيال، طبعا كابتن خالد العوضي اللي متولى الملف جاب دانيال جوردو مدرب اسباني اختيار كويس جدا، جاب ثلاث صفقات حارس مرمى من سبورتنج محمد السيد، جاب كابوتيه لعيب كويس جدا، جاب اكاسيو البرازيلي صانع العاب يعني الاثنين جاب صفقات كويسه، قوى الخط الخلفي بتاعنا، قوى الخط الدفاع مع ابراهيم المصري وكابوتيبي دافع بشكل كويس جدا، قدرت ان انت تكسب الزمالك في اهم لعبه عندهم وحققت المهم، خلاص عايز ياخد دوري ياخد دوري ياخد كاس ياخد كاس، انت وصلت كاس عالم للانديه اهم حاجه بس، فده التارجت. فطبعا تحيه كبيره لان انت برضو قدر ان هو يحل ميزه اداره النادي الاهلي حل الازمه في الاوقات الصغيره، يعني انت كان قدامهم مثلا حوالي 10 ايام تقريبا قبل قدر ان هو يحل الازمه في ظل ظروف صعبه جدا، في ظروف صعبه خاصه كمان ان هو ما كانش قدامهم فرصه ان هم يجيبوا لعيبه من دوريات تانية، ده هم راحوا جابوا من الدوري القطري عشان خاطر ده الدوري المسموح بس ده الدوري المسموح ان انت تجيب منه لعيبه، فجابوا لعيب برازيلي وكابوتيه فاختاروا اللعيبه دي فرقت معانا مع مدرب كويس جدا بيعملوا مشروع مع اللعيبه الشباب. انا شايف النادي الاهلي عنده فريق كويس في كرة اليد، فريق شباب، اعتقد النادي الاهلي ان شاء الله قادر على ان هو بقى ايه في اليد ان شاء الله السنين الجايه ان هو ياخد كل البطولات باذن الله. يا رب يا مسهل. عموما خلينا نطلع فاصل وبعدين نطلع للشاشه، الشاشه ونشوف كريم سعيد واحمد ثابت هيقولوا لنا ايه، ودائما هنفضل نتكلم عن هذا الامر النهائي في ملعب محايد. بعد الفاصل هنشوف كريم سعيد واحمد ثابت هيقولوا لنا ايه. النهائي في ملعب محايد طلب من طلبات جمهور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، هنشتغل دايما على الهاشتاج النهائي في ملعب محايد. كريم سعيد واحمد ثابت هيقولوا لنا كيف استطاع ان يفوز النادي الاهلي على وفاق سطيف في هذه المباراه من الناحيه الفنيه. من الدقيقه الاولى استسلام كان واضح جدا جدا ان بيتسو موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي دارسين وفاق سطيف بشكل كويس، والمباراه جت استمرار للاداء الرائع اللي بيقدمه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. احنا بنحس ان النادي الاهلي الاداء في دوري ابطال افريقيا بياخد شيء معين، وفي الدوري المحلي يبقى يعني بياخد، خلينا في دوري ابطال افريقيا فخلينا في الحلو الحلو في دوري ابطال افريقيا ان نشوف نبدا من اول دقيقه نحس بالشغل اللي عامله بيتسو موسيماني في تحضير الهجمه. كان واضح جدا جدا ان نوفيتش مدير فني الصربي لنادي وفاق الصيف مش هيضغطنا بطول الملعب باستثناء بس اول دقيقه كده هو ايه المنظر بس، لكن بعد اول هجمه للنادي الاهلي وهو بيحضر لها كان واضح جدا الاعتماد فيما يشبه طريقه 3 4 3 والتحرك بتاع حمدي فتحي. حمدي فتحي بقى واحد اصبح من اهم لعيبه النادي الاهلي. بص هنا في الصوره اللي معانا دي ثلاثه، ايمن اشرف وياسر ابراهيم ومحمد هاني واقفين على خط واحد، وايمن اشرف بيشاور ان الكوره مع ياسر ابراهيم، اول بيشاور لهاني اول ما حمدي يبدا يرجع ابدا انت انطلق وخد طرف الملعب. نشوف الصوره اللي وراها ونشوف محمد هاني بدا يبص لحمدي فتحي عشان حمدي فتحي يبدا ينزل ل قلب الدفاع وياخد مركز ثالث مع اللعيبه عشان النادي الاهلي يتحول في الشكل الهجومي بتاعه لما يشبه 3 4 3 ويحرر محمد هاني على اليمين ويحرر علي معلول على الشمال. نشوف الصوره اللي وراها ونشوف محمد هاني هيبدا ينطلق في الجبهه اليمنى على اساس ان حمدي فتحي هيرجع كلاعب مساك ثالث مع الاثنين مساكين. نجيب الصوره اللي بعديها، خلاص احنا شفنا دي ال 3 4 3 للنادي الاهلي، الصوره اللي بعديها نشوف ازاي محمد هاني تحول للخط الامامي وبدا ياخد طرف الملعب مع حسين الشحات ومع بيرسي تاو واحمد عبد القادر.
ربما مش معانا خلاص. طيب دي اخر صوره معانا. تمام خلاص خلينا نشوف الهجوم من العمق مع احمد ثابت. طب ممكن قبل بس ما نشوف الهاشتاج برضو طب. لانه يعني هاني بيقول ان شاء الله الاهلي يفوز باذن الله يا مكان اقامه المباراه. فعلا يا هاني، ولكن في النهايه بتتكلم عن حق من حقوق النادي الاهلي. بدر الدين عبد بيقول عايزين نفعل هاشتاج زي ما انت بتقول يا كابتن اسلام. ماشي. حمدي بيقول من اجل العدل والمساواه النهائي في ملعب محايد. زياد ايضا بيقول يجب ان يكون النهائي في ملعب محايد من اجل العداله والشفافيه وحفاظا على المصداقيه بالنسبه للاتحاد الافريقي. ده سامي حماد، نهائي في ملعب محايد. محمد حسين بيقول النهائي ده المفروض ما يتلعبش. يعني تمام، احنا اصلا بنلعب بطوله موجوده ومن السنه اللي فاتت كمان كان هيحصل كده تقريبا نفس الكلام اللي قاله كريم. محمد الاهلي بيقول النهائي في ملعب محايد. طارق نصار النهائي في ملعب محايد. يعني ناس كتير الحقيقه بعتلنا على هاشتاج النهائي في ملعب محايد، ولكن كل كده ما بين هجمه وهجمه نطلع نقول كلمتين. اتفضل. انا مش مع اي حد بيقلل من فريق وفاق سطيف. فريق وفاق سطيف فريق قوي وكان محترم منظم جدا دفاعيا من بدايه دور المجموعات. لعبوا سته في ماتش في دور من بدايه دور المجموعات وماتشين قدام الترجي. أيوه. في الثمان ماتشات خرجوا منهم بخمس مرات شباك نظيفه. النادي الاهلي لوحده سجل اربع اهداف. تعال نشوف بيتسو موسيماني ازاي قدر يجيب الاربع اهداف، وازاي يستغل الثغره الموجوده في منطقه الزون 14 اللي هي المساحه الموجوده خلف ثنائي الارتكاز. بيتسو موسيماني بدا بال 4 2 2 2 ثلاث اتنينات، يعني 4 4 2. ازاي؟ عن طريق ان الشحات وعبد القادر دايما بيبقوا داخلين للعمق، وطاهر وتاو اتنين مهاجمين وهميين. دايما عبد القادر والشحات زي ما احنا شايفين الصوره كده دايما لجوه، دايما بيستلموا فين؟ في العمق. ليه؟ عشان يستغلوا المساحه اللي ورا ثنائي الارتكاز عنده وفاق سطيف اللي هي بنسميها الزون 14. فده دليل ان بيتسو موسيماني ذاكر وفاق سطيف كويس جدا، ان هو استغل المساحه اللي في ظهر ثنائي الارتكاز. زي الشحات فين وعبد القادر؟ المفروض على الورق الشحات يبقى طرفه في الاخر، يعني على اخر الخط، وعبد القادر يبقى فاتح. لا، ده هم ضامين لجوه دايما في عمق الملعب. وتاو فين؟ تاو جوه بيحاول يسحب المدافعين، وطاهر بيتحرك كمهاجم متحرك. فالميزه ان انت لعبت باثنين مهاجمين وهميين مع فريق منظم جدا، ولكن انا شايف ان النادي الاهلي هو اللي خلى فريق وفاق سطيف وطريقه لعب بيتسو موسيماني هو اللي خلاه يبان بالعشوائيه دي. أيوة. لكن هو كان فريق منظم من خلال مبارياته السابقه كلها. لكن انت ازر ازاي دي المساحه اللي ادت النادي الاهلي الماتش، المساحه اللي كان قادر يستغلها الشحات وبيخش فيها عبد القادر وتاو اللي كان واحد من نجوم المباراه. يعني بيتسو موسيماني بيعرف يعمل تكتيك وبيشتغل طبعًا على شغل معين جوه الملعب اهو، مش ابيض يعني زي ما الناس بتقول. لا مدرب ممتاز يعني بيتسو موسيماني تكتيكيا من وجهه نظري. انا بهزر طبعا عشان ما حدش ياخد الكلمتين دول يعمل مستحيل يا جماعه مدرب يكون وصل نهائي دوري ابطال افريقيا، يعني خلاص بيقرب من السنه الثالثه على توالي، ويكون مدرب ضعيف. مستحيل. في بعض الاخطاء في بعض الماتشات ده طبيعي. طبيعي في ممكن يكون مثلا خلاف على الجانب البدني عنده، ولكن هو مدرب بصراحه مميز جدا تكتيكيا. نكمل بقى تكمل الكلام اللي قاله ثابت يا كابتن اسلام، ان الرباعي الامامي كان واضح جدا ان في لا مركزيه في ادائهم. مثلا أيوه. دي في هجمه في اول ست دقائق من المباراه نشوف حسين الشحات في اللعبه دي المركز بتاعه الطبيعي رايت وينج، وبيرسي تاو هو المهاجم الصريح، وحسين الشحات بيحاول يحط له الكوره في الخط الامامي زي اي كره، يعني سلو باس بيتلعب ليه مهاجم صريح. نشوف الصوره اللي بعديها ونشوف برده تحول حسين الشحات بقى ان هو يلعب. بص الكره دي اللي هي جت في العارضه هنا حسين الشحات ليفت وينج، و طاهر محمد طاهر لو عملنا عليه السبوت لايت هنلاقيه هو اللي واخد المركز بتاع بيرسي تاني. يعني ده في حته ودلوقتي ده في حته تانيه خالص. ده لا مركزيه. النهارده بيتسو موسيماني فعلا خدع نوفيتش في الشوط الاول كتير جدا 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 قبل الطرد. انا حابب اجيب الحالات اللي قبل الطرد عشان ما حدش يقول يا جماعه ال 4-0 كانت بسبب ان وفاق سطيف لاعب من الدقيقه 35 ناقص واحد. لا، ده كل الحالات اللي احنا جايبينها دي من قبل الدقيقه 35. ده يوضح أوكي. يوضح التفوق الشديد اللي عمله بيتسو موسيماني في على فريق وفاق سطيف. خلينا كريم كمان من تاكيدا لكلامك، بيرسي تاو يا جماعه بصراحه بيرسي تاو لعيب كويس جدا. الناس ممكن تنتقده عشان ساعات بيبقى غير موفق في بعض الماتشات في الاخيره. انا اسف والله المقاطعه، بس لازم نقول ان الانتقاد للفينش صح، مش للعب. بس هو كجوده لعيب والله جوده لعيب عالمي. ممكن يكون الجانب البدني كريم. واحنا جايبينه منين؟ من الدوري الانجليزي.
يعني فاهم، بس ممكن يكون الجانب البدني عنده بيقل شويه او قليل، لكن هو مع الماتشات بيرسي تاو ده بنص حمولته البدنيه امبارح عامل 8 محاولات، هنستعرض ارقامه وهنشوف. بص الحاله دي دايما بيرسي تاو عايز الكره في العمق، ذكي جدا في اللعبه، هو السبب في المكسب والسبب في الاداء الممتع من صحيح. كان نفسي الكره دي تيجي جون بصراحه، ذكي جدا فيها بصراحه. بص يا كابتن اسلام دايما قادر على ان هو انا عايز الكره في العمق، بسحب المدافعين واجري برده فين في العمق. هات الحاله اللي بعدها برده نفس الفكره، عايز اطلب الكره في العمق اهي نفس الكوره دي تكمله اللعبه. صحيح الفينش بيبقى في بعض الاحيان عنده لسه ما اكتملش في الجانب البدني. بص هنا ده الهدف، بيرسي تاو بيطلب الكره فين في العمق من محمد هاني، فدي ده بعض الصور اللي بيبين لك قدرته على طلب الكره في العمق. بص هنا بقى الصوره دي مهمه قوي، دي قدره بيرسي تاو على التحرك بين الخطوط، وده لاعب ذكي بيعرف ازاي كمهاجم وهمي انزل واتحرك ما بين المساك والباك او في الزون 14 المساحه اللي انا بتكلم عليها اللي بيرسي تاو قدر يستغلها. علي معلول بيطلب منه الكره بيرسي تاو في المساحه دي، هو تحرك بيرسي تاو في المساحه دي هو اللي ادى الهدف محمد شريف. بيرسي تاو لو ما كانش نزل في الحته دي ما كانش عمل الاسيست لشريف. صح كذلك برضه اهو بيرسي تاو فين؟ في المساحه ما بين المساك والباك، وهنا معلول واقف على كورته، بيرسي تاو بيعمل ايه؟ بيقول له انا هتحرك لك اهو في ظهر المدافعين. بازاي بتضرب بيرسي تاو يا جماعه؟ لعيب بيعرف بيتحرك بشكل كويس جدا، لعيب كويس جدا محتاج بس دعم مننا، لازم ندعمه ونقف معاه، لانه والله لو تم دعمه وجاب بدا ياخد الثقه. وبعد الماتش ده استعرض ارقامه بعد اذنك معانا الارقام، لو جبنا الارقام حتى بص على الارقام هتلاقي ارقام لعيب كويس جدا، يعتبر رجل المباراه وهو احسن لاعب في الجوله دي، يعني احسن لاعب في الجوله دي عامل ارقام هايله. هتلاقي ان بيرسي تاو لا مع الوقت انا شايف طبعا هدفين واتنين اسيست واصرار كمان بيتسو موسيماني على وجوده كراس حربه. بص ارقامه احرز اهداف 2 في 90 دقيقه، عمل اسيست وتسبب في هدف ثاني، يعني هو مساهم في الاربع اهداف. اكثر من قام بمحاولات على المرمى 8، المحاولات الصحيحه كام؟ اقرا الارقام. المحاولات الصحيحه 4 4 المراوغات الناجحه 2 من 4 ونسبه دقه التمريرات 90%، فارقامه انت لعيب مساهم في اربع اهداف. طبعا انت بتتكلم في لعيب هايل يعني. طبعا ادلل بقى على كلام سيد برضو يا كابتن اسلام بواحده من احلى الهجمات اللي النادي الاهلي مش بس عملها في المباراه دي في وجهه نظري، لا اللي عملها في دوري ابطال افريقيا السنه دي، هجمه عظيمه اتعملت بشكل مميز جدا من خلف. تعال نبص ببساطه على دفاع وفوق الصفر، نرجع بس يعني نرجع عشان بس نشرح. هنا فوق الصفر واقف الطريقه اللي احنا نوفيتش لعب بيها 5-4-1 وعامل ستارتين عشان يقفل العمق ولحد ما الاطراف على النادي الاهلي. شوف بقى بيرسي تاو بكل ذكاء في الدنيا هيعمل ايه عشان يفضي المساحه لواحد من نجوم المباراه حمدي فتحي. بيرسي تاو بدا ينزل وسحب معاه المساك بتاعه عشان يفضي المساحه ويخدعه بشكل جميل جدا جدا عشان يفرغ المساحه في قلب الخماسي اللي واقف. حمدي فتحي وانس ان لقى ان بيرسي تاو بدا ينزل، نجيب الصوره اللي وراها، نشوف حمدي فتحي بدا يسرق المساحه اللي كان واقف فيها بيرسي تاو وبدا يجري في اتجاه المرمى وخد المساحه اللي فرخها فعلا بيرسي تاو بذكاء كبير جدا. حمدي فتحي وانس ان هو راح للحته دي على طول اليو ديانج اول ما شافه بيجري هوب راح مديله الثرو لوب عشان يحطه في موقف انفراد بالمرمى. حمدي فتحي هنا لما لقى فيه ضغط من المساك التاني بدا يخش عشان يقفل عليه المساحه اللي هو خدها، بكل ذكاء راح مرجع الكره تشيب باص لاحمد عبد القادر اللي طبعا يعني عمل مراوغه ولا اروع ونيم مدافع وفاق ستيف زي ما احنا شايفين كده في الصوره، ولكن سوء الحظ فعلا خلى الكره دي انتهت في العارضة. الكره دي في القائم، الكره دي يا كابتن اسلام فعلا الهدف دي لو كان جه بصراحه، لا انت بتتكلم يا ثابت ده شغل فني، ده موضوع مش انا اسف اساسها تحرك تاو كمهاجم وهمي وبيفضل مساحه ده استحاله يكون تفكير لعيبه جه كده فجاه، لا طبعا دي حاجات متدربين عليها، وواضح جدا ازاي فعلا بيرسي تاو بيعمل دور الفولس ناين مع بيلعب عشان كده. تعال نتفرج بقى على لعيب تاني يعتبر تاني واحد احسن لاعب في المباراه، ديانج عمل ماتش هايل في تبادل الادوار كمان مع هو وحمدي فتحي. واحد فيهم بيزيد واحد بيرحل. بص ديانج في الكوره بادئ هنا دور ديانج بيبين لك دور ديانج في عمليه التوغل والزياده وكمان الزياده الاماميه والتمريرات الطوليه. بص ديانج حاسب له المسافه اللي هو جريها، دايما بيعمل عمليه الزياده وبيحول لك طريقه اللعب ايه كارتكاز. ده الدور اللي كان كنا قلقانين منه قبل الماتش، مين اللي هيحل محل عمرو السوليه. صحيح كانت الناس قلقانه، النهارده ديانج بيكمل وبيزيد لقدام وبيعمل التمريرات زي ما احنا شايفين، وكمان ليه دور دفاعي برده جايبينها بالصور.
هات نكمل الدور الدفاعي. هنا كانت ضربه ركنيه كريم في الدقيقه 25. نعم. بص يا كابتن اسلام، كانت ضربه ركنيه للنادي الاهلي وكل اللعيبه اتقطعت الكوره، يعني خلاص كانت هجمه مرتده وكانت النتيجه 0-0. بص على النتيجه أيوة. كمان على السكور، تعالى علي معلول لعبها قلشت منه، بص بقى لما تروح ارتدت خلاص هجمه مرتده خطيره جدا، اسلوب الهجمه المرتده. هنا دور اليو ديانج وتعليمات بيتسو موسيماني بافساد الهجمه المرتده من خلال مين؟ من خلال بص كم عدد لعيبه النادي الاهلي. نعم. ديانج اللي واقف لوحده ورا بيغطي، الكره دي كانت ممكن ترتد بهجمه بجون، يعني بهجمه مرتده. هنا دوره في افساد عمليه السكريننج والمعاينه، ان انا بغطي زمايلي ازاي، قطع الكوره اهو، بص كانت ممكن اتلعبت في ظهره، ديانج جرى وجابها، حاول يعمل 1 2 حاول 1 2 فده. نعم. ازاي ديانج بيعمل عمليه السكريننج والمعاينه، وان انا بغطي دور كانتي كده مع تشيلسي ودور يعني لعيبه كتير كده مميزه، نفس الدور ده بيعمله اليو ديانج. هات بقى ارقامه ناكد الكلام ده، ارقام ديانج في الماتش ممكن انت ما تحسش بيها بس الارقام هتبين لك. بص اكتر لاعب لمس الكره في الماتش اليو ديانج 96 مره، اكتر لاعب قام بتمريرات صحيحه في الماتش 82 تمريره صح بنسبه دقه 95%، صنع فرص 2، ليه محاولتين على المرمى، واكتر من استعاد الكره 11 مره. طب الارقام بتقول لك ايه؟ ان هو قام بالدور الدفاعي واستعادت الكره الثانيه وقطع الكرات، وفي نفس الوقت كان بيكمل، وفي نفس الوقت بيحضر وبيعمل هو عمليه البيلد اب، بدليل ان هو اكتر لاعب عمل تمريرات صحيحه. والتمريرات الطوليه الحته المهمه للدور بتاع عمرو السوليه، عامل 7 تمريرات لونج باص صح من 8، فده بياكد لك ان ديانج قدر يعوض غياب عمرو السوليه وعمليه تبادل الادوار ما بينه وما بين حمدي فتحي. بس مش عايز انسى حاجه مهمه جدا، دور يا كابتن اسلام جمهور النادي الاهلي. انا كنت في المباراه، جمهور الاهلي كان في ناس واقفه يعني من كتر العدد، بسم الله ما شاء الله. الاداء انا من وجهه نظري بيختلف في افريقيا كمان بسبب وجود جماهير النادي الاهلي، الجمهور ده ما بيبطلش هتاف طول المباراه. طبعا بصراحه انا شايف، انا حضرت مباراه الرجاء ومباراه وفاق سطيف، شايف ان اول ربع ساعه في المباراتين لا لعيبه الرجاء ولعيبه وفاق سطيف كانوا مهزوزين بسبب تواجد الجمهور. من وجهه دائما نظري جمهور النادي الاهلي بيكون له الفضل في امور كثيره جدا جدا الحقيقه. نتمنى ان شاء الله ان يكون النهائي في ملعب محايد ان شاء الله، في هيظهر هذا الموضوع خلال الايام القادمه. انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا بشكرك. شكرا جزيلا يعني. شكرا كابتن اسلام، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره نلتقي مع حضراتكم. بكره غالبا خلال هذا الاسبوع هنطلع دايما مع حضراتكم الساعه 11، لان عندنا بكره كده كده بنطلع الساعه 11 يوم الثلاث، عندنا المباراه الثانيه في نهائي سوبر السله الاهلي والاتحاد السكندري، وان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان يعود في هذه المباراه ان شاء الله يوم الاربعاء بقى نشوف هيحصل ايه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم غدا وحلقه جديده من البيتك.